مرة أخرى أرحب بكم مشاهدين الأحبة، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج بتوقيت الشباب، وهذه عودة لكم من جديد في برنامجنا ومع الملفات والقضايا الاجتماعية التي نطرحها على طاولة الحوار. وبعد هذا التوقف الذي تزامن مع ذكرى الولادات الشعبانية الأقمار المحمدية سلام الله عليهم، أعاد الله علينا وعليكم هذه الذكرى بالخير واليمن والبركات. إذا مثل ما وعدناكم في الحلقة السابقة، وقبل أن نتوقف بجزء ثان عن موضوع حلقتنا الذي ناقشناه على طاولتي بتوقيت الشباب، الطلاق بداية أزمة أم بداية حياة، دعوني بداية أرحب بضيفي معي في البرنامج الباحث الاجتماعي الأستاذ لطيف الحسناوي. وحياك الله أستاذ حياكم الله، لطيف، الله يبارك فيك، وأهلا الله يحفظكم، ومرحبا بك. حياك الله يحفظكم. ناقشنا مجموعة من الأمور والحيثيات والأوليات في الطلاق، وتطرقنا لمجموعة من النسب التي ارتفعت في الآونة الأخيرة، وخصوصا في العراق الذي سجل في الشهر الماضي أكثر من 6000 حالة للطلاق، وهذا ما يدق ناقوس الخطر. أحد التصريحات صرح على هذه الإحصائية قال 6000 وأكثر من 900 حالة طلاق في شهر واحد، أي 10 حالات طلاق في الساعة، وهذا ما يدعو للوقوف عند هذه القضية ومناقشتها والخروج بمعالجات آنية. بداية، كيف تقرأ واقع الأسرة العراقية في العراق وواقع الأسرة العربية والمسلمة في العالم، وما هي الظروف التي تعصف بالأسرة؟ تفضل. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة والحديث حول هذا الموضوع المهم والضروري. وحقيقة العالم مندهش، خاصة في المنطقة العربية وفي العراق حصرا، على قضية ارتفاع تلك النسب المهولة التي تكشف هناك يعني ظاهرة كبيرة تهدد المجتمع العراقي. هذه الظاهرة هي نتاج كثيرة من الأسباب، وهي بنفس الوقت الوقوف عليها ومعالجتها مسؤولية الجميع. أحسنت. قضية مسألة ظاهرة الطلاق ظاهرة خطرة في مسألة تفكك الأسرة. كما تعلم أن قوة كل مجتمع تكمن في الجانب التربوي، التعليمي، المناهج، البيئة المدرسية، واضح، صناعة الطالب عن طريق الأستاذ، يعني بيئة مدرسية، منهاج دراسي، ومدرس ومعلم. هذا جهة. الجهة الأخرى الرموز، فعالية الرموز، كون الرموز هي قدوة ومصدر إلهام للآخرين. في كل بلد له رموز، رموز دينية، رموز وطنية، رموز عبر ما شئت، وبالتالي قدوة قد يقتدي تكون بها رموز الإنسان. علمية. أحسنتم. هذا أهم، هناك يعني عملية عدم اهتمام وعدم تفعيل، لا أقول استهداف، إذا قلت استهداف قد البعض لا يتفق معي، لكن بجميع الأحوال هناك غياب لعملية تفعيل و ترسيخ قضية الرمزية الموجودة في كثير من الرموز الموجودة في العراق. الأمر الثالث اللي نتحدث فيه هي مسألة الأسرة، يعني مصنع صناعة الإنسان. الأسرة ليست هي تنفيس كما يعبر، هي تنفيس جنسي وإن كان ضروريا، وليس هو تنفيس لأن تكون لك أسرة في مسألة خدمتك وخدمتهم، وعملية تبادل الأدوار ما بين الرجل والمرأة، باعتبار المرأة تخدم الرجل والرجل يولب بكل مطالبها اللي يقدر حسب طاقته. لكن القضية الخطرة هي صناعة إنسان. الجانب في الأسرة المهم هي اللبنة الأولى لصناعة إنسان مستقبلي يكون له نتاج إيجابي لهذا البلد. عملية تفكيك الأسرة عملية خطرة التي تنتج تفكيك المجتمع، وبالتالي المجتمع يكون خاويا وضعيفا إذا انضافت عليه بالضبط. قضية عدم والخطورة الاهتمام تكمن بالرموز. أستاذ لطيف، نعم، والخطورة تكمن أن الأسرة هي بنفسها تساهم في تفكيك الأسرة أحسنت. في ظاهرة الطلاق، وهذا ليش؟ ما يدق ناقوس ليش الخطأ. احنا نقول ليش؟ احنا قلنا احنا عندنا ثلاث عناوين او ثلاث مصادر في قضية التأسيس لأسرة، يعني تأسيس الزواج، اختيار الزواج، والسير بتلك العلاقة وأهدافها او رسالتها. تارة تأخذ من العرف طريقته في التعامل، ينشأ الابن او البنت ومن ثم يصبح زوج او زوجه مستقبلا، مستندا على عادات وتقاليد تعامل الاب والام يتوارثها ويتعامل بها. هذا نوع. النوع الاخر في قضيه انه التعامل يكون عن طريق الجنب القانونيه، هو يعرف حقوقه وتعرف حقوقه، خاصه في بعض الدول المتقدمه، فتكون هناك ضابطه في العلاقه. وهناك نحن نؤمن بالمنهج الالهي، المنهج الذي ذكرناه، انه من يضع القانون او من يقنن
هو أعلم بالمصلحة وهو لا يحتاج، هو غني عن هذا العنوان، فيعطي كل ذي حق حقه، يعطي الواجبات ويعطي الحقوق. إذا الإنسان اختار أحد هذه الطرق أو هجنها فيما بينها، ممكن ثلاثة يعني ثلاثة خلق ستة نوع تسعة من المزيج البعض هيك، أو نسبة تناسب يعني. نعم. ممكن هو متدين في المنهج الديني في التعامل الأسري، نعم. في 60-70%، قد يكون له شطحات في الجانب العرفي عنده في بعض المواقف وبعض نعم. التعاملات، بعض الأمور مع هل التعامل من مع السهل زوجته. أن يحرز الإنسان نسبة 100% في التعامل وفق المنظومة الدينية؟ طبعا طبعا، من السهل؟ من السهل إذا كان هو مؤسسا وساعيا، ممكن أن ينتج مستقبلا مستقبلا جيدا. الأمر ليس بالهين، وأنا أرى في عينيك الشك وهو أؤيدك هذا الأمر، لكن أحاول أن نكون الأمر متفائلين، لا لأن يخلو من الصعوبة. دائما هي شبهة، البعض يتحجج يقول فقط المعصوم أو نعم فقط العالم نعم أو فقط من كان له بيئة دينية، نعم لكن القضية إذا ارتبطت بإيمان قوي وارتبطت بعلاقة مع الله قوية، نعم تنعكس هذا الإيمان في مسألة ترجمته في التعامل، في تبني أسلوب تعامل مع الزوجة. على ضوء هذا طبعا تحفه المودة والرحمة وتحفه البركة والرعاية الإلهية سبحانه وتعالى، يستطيع الإنسان أن يتجاوز تلك المنغصات. الحياة منغصة في جميع الأشياء منغصة، فكيف في بيئة عراقية هناك رابطة قوية ما مزبوط. بين البنت وأمها تتدخل، ما بين الأم والولد نعم تتدخل، والعائلة تكون في بيت واحد. يعني في قبال أنه كثير من البلدان الإسلامية وغير الإسلامية هي تعتمد أن يكون الولد مستقل منذ البداية، نعم وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح أكيد، لكن ماذا نفعل في ضغوطات وفي بيئة يعني تراكمية من وفي الفقر ظروف والعوز؟ اجتماعية صعبة. أي نعم يعني احنا مشكلتنا هاي تتحملها جزء كبير، تتحملها مسؤولية الدولة، نعم مسؤولية حكومة في قضية عدم تأمين الجانب السكني للشاب، في توفير يعني تقطع كثير من الشقاء. اليوم عندنا موظفين قد يصل عمره للأربعين وللخمسين هو لم يؤمن سكنه، نعم مشكلة كبيرة. أي مشكلة كبيرة. طيب أستاذ لطيف، خلي نذهب سويا إلى استطلاع، شنو رأيك حتى نشاهد ماذا بجعبة هذا الاستطلاع، وإن شاء الله عودة لنخوض في تفاصيل هذا الحديث. إذن مشاهدينا الأحبة، نذهب وإياكم حتى نشاهد سويا استطلاع شنو رأيك، وراجعي لكم. الرحمن الرحيم. أنا طالبة بتول حسين، طالبة في كلية التقنيات الطبية قسم الأشعة والسونار. في بداية العمل هذا كله أنا كانت فكرتي يعني من زمان أنه أحب هذا الشغل، كنت خلينا نقول شغوفة بي، تابع هواية، بس ما كنت أعرف أنه اسم المادة شنو. بالصدفة شفت على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الاسم، يعني كانوا ناشرينه أحد الصفحات، فعرفت اسمه شنو. رحت بحثت عن هاي المادة، خلينا نقول ثقافت نفسي من ناحية صناعتها، عرفت كيفية العمل بيها، شفت مقاطع فيديو كثيرة شلون يشتغلون. بعدين بديت أنه أتابع الأشخاص اللي يشتغلون يعني كحسابات شخصية، وأشوف العمل من كل أنحاء العالم، يعني مو بالضرورة فقط بالعراق. طبعا بالعراق يعني شغل بي جدا قليل، نسبة اللي يشتغلون بي قليلين جدا. هو فن الريزن، هو طبعا يستخدمون فن يعتبر فن سكب المادة، بعضهم يستخدمون فن الجيود، أيضا هو من مادة الريزن، يكون يشبه حجر الجيود يعني تكون الأشكال مالته، وبعضهم يستخدمون القوالب اللي هي خاصة مثلا بتقديم الأواني، أواني التقديم، ويعني أشكال كثيرة، وبعضهم يستخدموها للإكسسوارات. فأني بلشت بالشغلات البسيطة مثلا فواصل الكتب، بعدين اشتغلت إكسسوارات بسيطة، وشفت الطالبات أكثر شيء يرغبوا لها، يعني كون أنه القطع اللي أشتغلها هي تناسب أذواقهم. أغلب الأحيان أنا أشتغل على يعني طلب خاص من عندهم، أنه هم مثلا يرسلوا لي صورة وأني أشتغلها لهم، يرسلوا لي مثلا فد عبارات، فد أفكار هي تجي ببالهم. وبديت بلشت يعني شغلي من البداية هو كله على أفكار البنات. شاركت في بازارات، طبعا تقبل المجتمع يختلف، يعني في بعض البازارات أنا اضطريت أنه أشرح كثير شنو هذا الأعمال اليدوية، لأنه سببت لهم صدمة أنه ما توقعوا أنه هذا الشغل هو شغل يدوي. ف يعني كانت أكو فد مشاكل، أنه
يعني اضطريت انه اشرح هوايه، وهذا الشيء طبعا محبب بالنسبه لي، يعني احب اشرح شغلي. اذا مجددا مرحبا بكم مشاهدينا الاحباء، وحياكم الله من جديد لبرنامج بتوقيت الشباب، وهذه عوده لضيفي الدائم معي في الاستوديو الباحث الاجتماعي الاستاذ لطيف الحسناوي. حياك الله مجددا استاذ لطيف. تحدثنا عن القراءه الاجتماعيه لواقع الاسره في العراق وفي العالم العربي وتعرضها لمجموعه من الضغوطات. خلي نتحدث بشكل ادق وبتفصيل اكثر عن الاسباب التي تدعو اليوم الأسرة أو التفكك أو الزوجين إلى الانفصال. أحسنت. طبعاً مهما تحدثنا عن الأسباب يكمن الأمر في النتيجة في مسألة العلاج، وليس العلاج ترقيعي كما هنا وهناك في بعض المبادرات أو بعض التثقيف في قضية ترصين الأسرة، لكن للأسف القضية تحتاج وقفة من الجميع لأنها مسؤولية الجميع. هاي نقطة كنا نبينها. هم عادة يشبثون أنه الوضع الاقتصادي واحدة من أسباب الطلاق، الوضع الاقتصادي هو لا، هو الوضع الاقتصادي يكون عامل مساعد وليس عامل رئيسي أو سبب رئيسي. الظرف اللي مر به العراق في ظرف حصار، كثير من العوائل الفقيرة كانت هي متماسكة، واليوم أعتقد المرأة إذا تشعر أنه الزوج يحبها فعلا ويهتم بها فعلا ويقدرها ويقدر مشاعرها تصبر لسنوات، تصبر لسنوات. لو كثير هسه من النماذج عندنا يعني فقر قوي جدا، حالة من الضعف المادي، لكن هي تصبر لهذا السبب، أن تعلم جيدا أن الزوج يحبها ويهتم بها ويقدرها. والعكس بالعكس، يعني الرجل أحيانا يقدر ظرفه المالي أنه صعب، فيحاول قدر الإمكان ما ينعكس هذا الازدراء أو الاستياء من وضع المادي ينعكس على عائله. هاي نقطة مهمة، يعني الأصعب أنه الإنسان يحمل همومه، هموم العمل، هموم المشاكل ينعكس بالبيت، هذه طامة كبرى. أو العكس بالعكس، يحمل مشاكل البيت فيعكسها في العمل، أو في أغلب الأحيان مشاكل العمل ويستنفذ طاقته وأعصابه ثم ينتقل للبيت فيصب غضبه على تلك المرأة التي هي وقفت لساعات كي تهيئ له الطعام وتسكن له الأبناء وتهيئ له الأجواء. هاي مشكلة كبيرة كنا نلتفت لها. فقصدي الوضع المادي ليس هو سبب الرئيسي المهم، هو معامل مساعد. اليوم في الوقت الحالي السبب الرئيسي المصدي لهذه القضية بعد ما تجاوز عملية التدخل، عفوا عملية التدخل، بعض يقول واحدة من المشاكل الأساسية التدخل، اليوم أقولها بمرارة توهم الخيانة أو الخيانة. هذه واحدة من أبرز الأسباب اليوم اللي هي مصدية لأسباب كثيرة. توهم الخيانة قد يكون 60-70% غير الخيانة فعلية، والخيانة الفعلية 30% أطلق من عندها 20 خيانة إلكترونية وتبقى العشرة، هذه الهم عشرة من إلى أسبابها خيانة من قبل الزوج أو الزوجة. في أغلب الأحيان الزوج. فنسبة وتناسب الحمد لله في المجتمعنا يعني لا بأس جيد، وإن كان هناك للأسف تكثيف وتركيز على هذا الجانب. واضح باعتبار إنه المجتمع ما كان يتقبل إنه أكون نسبة كبيرة من الخيانات الزوجية من قبل المرأة. لكن قضية الخيانة الإلكترونية أو ما يتوهم الخيانة الإلكترونية قد يكون تواصلاً فيه نوع من المجاملات، ولين طبيعة الشاب العراقي طبيعة غيورة وطبيعة لا تسمح بهذه الأمور، أو قد تكون خافية عليه فتكون ردات فعل كبيرة جدا. ولهذا للأسف يعني اليوم الباحث الاجتماعي في المحاكم العراقية أحيانا في أغلب الأحيان عندما يسأل شو المشكلة فقط يقول سبب الموبايل، يعني أما البداية مين يقدمون يقولون يابا السبب أنه أكو مشكلة فقط، قال موبايل قال أحسن الأمر. لا يعطي فرصة ولا يناقش الفرصة بالضبط. هو ما يشهد به بعض الزملاء في المحاكم أن الباحث الاجتماعي لا يأخذ دوره الحقيقي اليوم. أكو بعض من عندهم جيد وأكو بعض لا، مجرد هو نتيجة تجربته اللي خاضها أنه هاي القضية واسطة في عدم تقبلها ومرارتها، لأن القضية من صار موبايل هو كاشف عن حول أكو خيانة أحد الزوجين، وكأنما أصبح يطلق حكما مسبقا عن الموضوع. أحسنتم. هذا طبعا شنو المشكلة اليوم احنا في هذا اللي تحتاج الحقيقة وقفة، تحتاج الحلقة مهمة بهذا الجانب، اللي هي أنا حسب يعني معرفتي حتى المتصدين
لقيادة المجتمع على مستوى الديني وغير الديني، هذا هو لديه التفاتة لهذه المشكلة المتفاقمة. نعم. مسألة الإعلام اليوم، التأثير الإعلامي خلق نموذج هو قدوة ومأساة ومظلومية لكنه خائن، يعني مرت الخيانة بطريقة سلسة بحيث المقابل يتقبلها، وبررت هاي القضايا، بررت بأنانية الزوج، بررت بظلم الزوج، بررت بإهماله، عدم اهتمامه. تم صناعة الرفيق أو الحبيب أو الصديق شخص يتكلم فوق المعتاد من طبيعة الرجال، يتفرغ بشكل مو طبيعي، ممكن يشغل الجو في أيام طويلة من الصباح حتى المساء، مجرد الرنة يكون الإجابة، خلاف للزوج الذي منغمس في العمل ومنهك ومتعب ويفكر في كيف يعني الحصول على لقمة العيش. فالمشكلة هاي كنا نلتفت لها، الإعلام اليوم صناعة خطرة، صناعة تقبل الخيانة من خلال جملة طبعا هائلة، بدأت هي تقريبا 86 فشلت، نعم، وثم انتقلت بالتسعين ضخ الإعلامي عن طريق المسلسلات، وصار عندها إخفاق، لكنها ما بعد 2003 كانوا هناك ناس خبراء استطاعت أن تجمع اللوكيشن أو المكان الذي يبدو جميلا لنفوس العراقيين والعرب من جهة خاصة، مع الحفاظ على التراث الإسلامي والثقافة الإسلامية والحجاب وكذا، لكنها مرت أن يكون البطل مظلوم أو البطلة مظلومة، فيجد ضالته من خلال شخص يهتم به ويفهمه ويعرفه ويحس يشعر به ولديه توأمة روحية من خلال ارتباطه. البعض يقول أن هذه القصص مستوحاة من الواقع الاجتماعي. أستاذ لطيف، أحسنتم، ليس كل ما لم يقال، والله سبحانه وتعالى في القرآن واضح في عملية عدم إشاعة الفاحشة، في عملية تقبلها واستساغتها، هنا الخطورة تكون، يعني ليس كل ما نعلم هو يطرح للمجتمع باعتبار تصبح القضية عادية، ولكن البعض يطرح هذه القصص كجزء من المعالجة. أهم نفس القضية، هذا لا يبرر يعني ضخها للمجتمع، لأن اصطيادها للفرائس يكون أكبر من قضية المعالجة. اليوم أنه لما تسوق قضية الخيانة وتقبلها لتقصير الرجل مثلا في عدم تعبير الحب عن طريق الكلام، في أغلب الأحيان الرجال تعبر عن حبها عن طريق الفعل، هي تحمل ما تحتاجه المرأة، وقد يراعي حتى المناسبات المهمة في الزواج، لكنه لا يستطيع أن يقول شعرا أو يحفظ شعرا أو يغازل أو هذه مشكلة عنده، يعني عنده مشكلة في النقطة. البطل في تلك المسلسلات هو مفرق تماما، والمرأة تحب أذنه، هذا قاعدة نفسية، الرجل يحب عينه والمرأة تحب أذنها، وبالتالي نقطة ضعفها هي قضية الاستماع، وهم يجدون في صناعة شخصية تتحدث بلباقة و ضخ كبير من المفردات الوصفية الجميلة والشعرية، فيضخ ذاك الدوبامين في ذلك الدم الذي قد تصبح المرأة مدمنة أن تستمع لهذا النوع من الحديث. والخطورة هنا تكمن، ليست القصد بعض النساء ليس قصدها أن ترتبط بالشخص، هي تريد أن تشعر بالحب، وهي الطامة الكبرى. عندما تجب الرجل هل تقبلين بزواج منه، تقول لا، إذن ما الداعي، لأنه يجيد الكلام واللغة فالبعض قد يقف في نقطة أنه أنا أبقى معك كصديقة لكن ليس كزوجة، بعد تصور هيك ويبقى هذا المفعول، وإن غادر الرجل هناك غيره، هذه مشكلة نفسية وليست مشكلة احتياج، أنه المرأة مصدومة بزوج غير جيد، خمار، أجاكم الله زاني أو تابع لديه علاقات مشبوهة، وهي مظلومة تعرض للعنف، واضح؟ ففي نقطة ما ضعف في التربية وضعف في الدين، تقع فريسة في شخص يعرف أن يصطاد. هناك للأسف مغامرات من كثير من النساء في الدخول في السوشيال ميديا، تعتقد القضية هينة وأنها مسلحة جيدا في قضية الدفاع، لكن هناك من الخبرات الموجودة في الاصطياد تستطيع أن تطبخ الطبخة للوصول في يوم أو في شهر أو حتى في سنة للوصول ليقع في هذه المرة. النقطة المهمة اللي أقولها أني أنه موضوع الخيانة اليوم أخذ حيز كبير، توهم الخيانة، الخيانة الإلكترونية في حيز، الخيانة عند الرجل أكثر، لكن التخوف من خيانة المرأة، هذا التخوف اليوم انزرع في شبابنا قبل الزواج.
يعني البعض ما اتزوج لان انا لا اتزوج راح عندي مسؤوليه وراح تستصحبني اللاجئ هكذا، لا يعلم هو مدى الرزق الكبير ومدى الثواب الكبير في عمليه انفاق على البيت وعلى الزوجه. الحب والكره شيء، والمسؤوليه شيء اخر. انت اليوم اصبحت عنوانك كونك متزوج ولديك عائله، تتحمل مسؤوليه الانفاق ايا كان، حتى لو كانت هي غنيه وانت فقير. انت تتحمل، انت تتحمل، الرجل يتحمل. وبالتالي قضية انه تحمل البعض من عندهم يقول انا لا اتحمل الزواج باعتبار الزواج به مسؤولية انفاق، لكن ليس هذه القضية. انا وجدت شباب كثيرين عندهم هذه النقطة، منهم من صارحنا ومنهم لم يصارح، صعب عليه يقول يصعب علي ان اختار امرأة اثق بها. لماذا؟ لانه كان متعدد العلاقات في صنوف متنوعة. نعم. او متنوعة من جهة، ومن جهة اخرى اذا كان نزيها من هذا الجانب لديه اصدقاء يتكلمون له عن مغامراتهم مع النساء وكذا، فأصبح مريضا في الشك وتوغل الشك وأصبح أشبه بالوسواس القهري، أنه المرأة في كل شاردة وفي كل واردة وفي كل تصرف، حتى لو كانت من أشرف البيوتات. نعم. هي في موضع اتهام. ليست الغيرة، هذه الغيرة ليست هي هيك، هذا عدة حالة من الوسوسة القهرية، وبالتالي يقع صريع بهذا الجانب، يقع صريع في هذا الجانب. فمشكلتنا هنا اليوم، المشكلة الرئيسية بالشاب يقول أنا ما أثق، أنا ما أثق، الثقة المتزعزعة في النساء. فبالتالي الاستعداد موجود في خلق أي مشكلة متعاقبة، يبدي يتركب هذا القضية، فيريد يخلص من هذا الضغط. طيب لماذا أصبح اليوم الانفصال هو حلا مستسهلا لدى الزوجين؟ يعني طبعا لسببين. السبب الأول يقول إذا كانوا هم يفكرون بنفسهم، يعني الأزواج في أغلب الأحيان الموجودين حاليا هم نرجسيين. يعني الأزواج في السابق في جيل قبل الثمانين، 80 و70 وإلى آخره والتنازل، هذا الجيل كان يؤمن انه صلح ولا تستبدل. نعم. فيؤمن انه الحياه بها مسؤوليه ويحتاج ان يكافح، وهو مركز على الاسره والبيت، على الابناء وعلى هذه المراه الواحده، الابناء، حتى لو كانت المراه يعني دخلت في مشاكل وياه ومعاناه ويكرهها، يكرهها، لا يصل به المطاف. ليش؟ لان عنده ابناء، حب الابناء يتطلب انه ابنائي بعدين راح يصير عندهم مشاكل، البيت مشاكل من تكبر تتزوج، الولد مشاكل في علاقته مع زوجته، البيت يتفكك ينتهي. فيعتبر حرصه الاساسي انه يصبر ويتحمل سوء خلق زوجته اللي يحصل ثوابه، ثواب أيوب. اي من صبر على خلق سوء خلق زوجته رزقه الله ثواب نبي الله أيوب، او صبر أيوب سلام الله عليه، هكذا مضمون الروايه. والعكس، ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله ثواب آسيا بنت مزاحم. فبالتالي القصد وين؟ القصد إذا كان الزوج أو الزوجة يركز على البيت، على العائلة، مو على النفس، مو على نفسي أنا، حتى اللي يقول أنا ما أريد أفشل بزواجي، أو هي تقول أنا ما أريد أكون يقول علي مطلقة، هذا قد صبره، هذا البطارية ما ضعيفة. لكن من يرى الأطفال والعائلة يقولون هكذا، كلما كان الاهتمام الأزواج بالعائلة والأبناء كلما تحملوا منغصات العلاقة الزوجية ومشاكلها، وبالتالي تزداد العلاقة تماسكا. أحسنتم. وكلما كان التفكير فقط بالنفس آني، كلما أسرع الأمر بهم في عملية الطلاق، لأن الضغط منغص في مشاكل، في مشاكل طبعت القلوب على كره من يسيء إليها، حالة من المنغصات، مشاكل في نقد، في لوم، في اتهام، قضية لا تنتهي. خاصة في هذا الجانب، جانب الخيانات، هناك طوق، هناك تسليط، هناك كل شاردة واردة، عملية مضايقة، أفكار أشبه بالأفكار القصرية والاشترارية على الإنسان، أنه لا يذهب من هنا وهناك إذا لم يكن هناك خاصة للشخص اللي يعاني من امرأة لديها غيرة قاتلة، لا تتفهم الظرفة، هاي تربط غير الشك عند حب التملك، قد تصل لمشاكل كبيرة، تفعل ما تفعل. فاليوم للأسف الأساس الكبير المهم في تفكك الأسرة أو قضية الطلاق هو توهم الخيانة في نسبة 80% أو 70%، والباقي منه خيانة إلكترونية، خيانة إلكترونية، أو في أغلب الأحيان خيانة من الرجل. هذا واحدة من الأسباب، والأسباب الخيانة والانتقامية، المرأة تجدها في أغلب الأحيان تنتقم من زوجها، تنتقم في الخيانة، لا يمكن، والخيانة قد تكون خيانة عاطفية لا تتم، أصعب هذا ما يكون، أنه الرجل أو المرأة تبيع قلبها، لأن هذا بي نتائج بعدين اللي بيع الجسد. في أغلب الحياة بيوتات نادر جدا وبعيد جدا أن تكون المرأة تبيع شرفها لاحتياج جسدي أو كذا، هذا من النوادر. لكن التفعيل هنا،
التفعيل انه من احتياجاته واهميته ان يكون اهتمام بهذا الجانب ومن حقه، وهي جنبه حيوانيه لازم الانسان. المشكله هاي طامه كبرى هنا. اليوم احنا ذكرنا ازمتنا في الفراغ الثقافي الخاصة بالفراغ الثقافي الخاص بالعلاقة الفراشية أو العلاقة الحميمية. الطامة الكبرى الفراغ الثقافي. الفراغ الثقافي وتم إملاء هذا الثقاف بالثقافة السلبية وغير غير صحيحة. شلون يعني الثقافة السلبية؟ شنو تقصد بيها؟ يعني عفوا الرجل ممكن قدر المستطاع في علاقته مع الزوجة أن يهتم في شكلها فقط، لا يهتم باقي أبعاده، فيركز الإعلام أنه الاهتمام فقط في هذا الجانب لا يركز في الحب. في التالي العلاقة الحميمة تعتمد على جناحين، على الاهتمام بهذا الجانب الجسدي والاهتمام به وأعطاء حقه، ومن جانب آخر إبداء الحب والمودة لدرجة أنه يوصل الإسلام عندما الرجل يقضي حاجته يقبل المرأة حبا كي لا تتصور أنه انجذب لها انجذاما غريزيا وليس محبة. هاي نقطة تلتفت لها المرأة كنا نلتفت لها. احنا يعني عفوا القناة والبرنامج محترم لا يمكن التجاوز بعد أكثر طيب. في الحديث عن الموضوع حتى لو كان بحثا علميا، لكن أقول 90% من مشاكل العائلة أحيانا أو الزوجين يكون نقصا في هذا الجانب، أو هو قد طالع ثقافة سلبية وليس ثقافة إيجابية في بناء علاقة زوجية صحيحة صحية. هذا ما عندنا اهتمام به للأسف، وبالتالي يكون الكبت خلف الكواليس وينتج أحيانا انفجار. اللي يغذي الإعلام العلاقة الزوجية يغذيها بهذا الاهتمام، فيكون فرق شاسع ما بين النموذج الزوجي الذي يطرح في المسلسلات من كلامه ولفظه وهندامه وفراغه واهتمامه وما بين الواقع، ينتج تلك المشاكسات خلف الكواليس. طبعا هي تضمر المرأة والرجل، يضمر أحيانا الواقع والسبب الرئيسي، ولكن في لحظة ما ينفجر بتراكماته. طبعا يحتاج ما يفجره اللي هو الوضع الاقتصادي، الضغوط النفسية، ما يفجره التدخل الآخرين. ما الذي يغذي؟ احنا بنقول الورا نباش ما عاش. ما الذي يغذي هذا التشنج الداخلي او ما يغذي الاحتقان ما بين الزوج والزوجة؟ ان الشيطان يوقع بينكم عداوة البغضاء، وشياطين الانس موجودين من جهة، والامر يحتاج حقيقة الى وقفة. احنا راح نذكرها بقضية الوقاية او العلاج، انه واحدة من الامور المهمة انه الانسان يقدر يدخل بالنقاش وما يدخل من ارقى ما يكون. انا جاي تعبان، الرجل جاي تعبان، والمرأة تعرف مجرد بس احاكي ينفجر، ما تحاكي. المرأة جيدة بهذا الجانب، جيدة لان تقرأ لغة الجسد افضل من الرجل. جميل. الرجل لا، الرجل في اغلب الاحيان عليه بالقدامة وينظر للمرأة دونية للأسف، فبالتالي دائما ينفجر بها وهي تتحمل، بينما في وقت ما الرجال يحتاج ان يصبر وما يصغي، خل تفعل. اغلب الانفعالات المرأة انفعالات عاطفية، قد تنقطع بالكلمة الطيبة، بالاحتضان، بلمسة يد، تنتهي كل شيء ينتهي. بس من منا ونحن مجتمعا ذكوريا عشائريا المرأة. طيب، ألا يتوجه اليوم المجتمع إلى الثقافة الزوجية التي تكون فيها التماسك الأسري أكثر من السابق، أم تجد أو تقرأ أن السابق أفضل من اليوم؟ لا، السابق كان بسيط فسهل واضح كل جدا، أنه الرجل راح يتغير بعد الزواج، أنه المرأة أهم شيء البيت، أسرع طريق لحب الرجل للمعدة يعني. وبالتالي البيت خاص بكم، لا تسمحون لواحد يدخل بحياتكم الخاصة، راح يصير عندكم أبناء، التهوا بأسمائهم التهوا. هاي الثقافة للضخ. أما الثقافة الحالية الضخ على العلاقة مو الأبناء، هاي وحدة فرسخت الأنانية. اثنين، القضية مسؤولية الجميع. قبل ما كان أكو ضخ إعلامي، وكان التركيز جانب عرفي جانب ديني جانب بيتي انتهى. اليوم لا، اليوم ذولي بعد أصبحوا مؤثراتهم ليست كقوة المؤثرات الأخرى اللي دخلت بيننا، دخل الثقافات مجتمعات. القضية اللي أقولها مهمة، احنا حتى لو وقفنا في تكاتف الجهود كلها بدنا ناخذ نتيجه استاذ ابراهيم، ما ناخذ تسلسل مرحلي. يعني عفوا، يعني اليوم احنا نريد نعالج مشكله الزوجين يدوا يطلقون، تحتاج مقدمه. كانت هاي المقدمه هي العياده الاستشاريه. احنا دارش طبعا بالوقايه بالعلاج، لا بس اسمح لي لان النقطه مهمه. طيب،
في قضية انه شنو رأيك استاذ لطيف ناخذ استراحة تقنية لا حتى بأس، ترتاح قبل لا ندخل لا بأس، لا بأس، بالحلول لا بأس، لا الاجتماعية بأس. والأسرية لظاهرة الطلاق؟ إذن مشاهدينا الأحبة، نذهب وإياكم في استراحة تقنية مع عالم بهاء التقني لنشاهد ماذا جهز لنا في هذه الحلقة، وراجع لكم. في هذه المحاضرة راح نتعلم على مهارة من مهارات اكسل، الا وهي ادخال البيانات من خلال نموذج. طيب شنو يعني من خلال نموذج؟ عندي هذا الجدول وحبيت اضيف فيه بيانات، طبعا لازم انزل الى الاخير واجي اضغط هنا مثلا 21، اختار مثلا 8 9 5 7 مثلا محمد حمزة باسم مصمم مثلا، وطبعا نختار رقم تليفون مش عشوائي. هذه طبعا الطريقة العادية، احنا ما نريد نضيف بهذه الطريقة، نريد نضيف من خلال نموذج. طيب شنو هو النموذج؟ أول مرة حتى نظهر النموذج لابد انه عندنا عدة طرق. الطريقة الأولى هي من خلال البرمجة VBA، طبعا عبارة عن واجهة شاشة صغيرة اكتب بيانات بها بشكل مباشر راح يتم الإضافة. واكو طريقة ثانية سهلة وبسيطة من خلال نظهر النموذج بهذه المنطقة. الآن حتى أضيف النموذج بهذه المنطقة أذهب إلى ملف ومن ثم خيارات ومن ثم تخصيص شريط الأدوات السريع، حجي أضغط على هذه المنطقة وأختار أوامر غير موجودة في الشريط، طبعا أنزل إلى الأسفل وأختار نموذج ومن ثم أجي إلى إضافة. راح ألاحظ أن النموذج راح يكون في هذه المنطقة، بعدها موافق، ألاحظ أن النموذج راح يكون في هذه المنطقة. طيب الآن راح أجي أحول هذه البيانات إلى جدول من خلال أحدث هذه البيانات، وطبعا من إدراج أضغط على جدول ومن ثم موافق، ألاحظ أنه هذا الجدول أصبح بشكل محدد. الآن راح أجي أضغط كليك على أي خلية من خلايا هذا الجدول مثلا في هذه المنطقة، وأجي أضغط على هذا الخيار اللي هو نموذج اللي أضفته قبل قليل هذا الشكل. لاحظ انه راح يصير عندي تاء الرقم الوظيفي، اسم الموظف، العنوان الوظيفي، رقم المقايض مثل ما تلاحظون. طبعا بامكاني انه اتحكم في الموظفين بهذه الطريقه، وايضا بامكاني انه اضيف موظف جديد مثلا تسلسل راح يكون 22 ورقم الوظيفي مثلا بهذا الشكل، الاسم علي باسم مود مثلا، والعنوان الوظيفي طابعي، ورقم الموبايل مثلا بهذا الشكل. طبعا بعدها فقط اضغط على انتر راح يتم الاضافه. اذا انزل هنا الى الاسفل اضغط وانزل هنا الى الاسفل راح الاحظ انه راح يتم الاضافه بشكل مباشر. حتى نتاكد راح نجي من جديد، راح نختار تسلسل راح يكون 23 ورقم الوظيفي مثلا هذا الرقم بشكل عشوائي، اسم الموظف سجاد كمال ايوب مثلا، عنوان وظيفي كاتب راتية، وطبعا رقم الموبايل على الشكل. ومن ثم عندما اضغط على انتر راح يتم الاضافة بشكل مباشر. طيب طبعا ايضا استطيع حذف الموظف من خلال اضغط على حذف محمد باسم مثلا، او ممكن طبعا ابحث عن التالي، ممكن اجي هنا ابحث عن التالي، ممكن انزل هنا الى الاخير. هذه الطريقه 23 حبيت احذفه اجي الى حذف بشكل مباشر راح يتم حذفه. طبعا ايضا بامكاني احذف علي باسم، حذف هذا الشكل. ايضا بامكاني انه يعني اعدل مثلا، عندي مثلا العنوان الوظيفي هي مصمم، ممكن يكون مؤرشف مثلا هذا الشكل. لا لاحظ انه محمد حمزه راح يتم تغييره الى مؤرشف. طبعا العمليه سهله وبسيطه وتعطينا انطباع وانسيابيه انه واجهه ادخال جميله ولطيفه، بامكاننا نضيف ونعدل ونتحكم على البيانات بكل سهوله. هذه عودة لكم مجددا مشاهدينا الأحبة، وحياكم الله في برنامج بتوقيت الشباب. شكرا لأستاذ بهاء عبد الستار صاحب منصة عالم بهاء الاحترافي على هذه الفيديوهات التقنية وهذه الشروحات التي اعتدنا عليها
وعلى تواجدها في برنامج بتوقيت الشباب، وهي تقدم نوعا من اللمحات التقنية اللي ممكن تخدمنا في أعمالنا، وممكن أنه تمثل حلول تقنية لمعظم احتياجاتنا في العمل. إذن أرحب بكم مجددا، وأرحب بضيفي معي في الاستوديو الأستاذ لطيف الحسن، وحياك الله مجددا. تحدثنا عن مجموعة من الأسباب، بودي أن أسألك سؤال لطيف، شنو أغرب الأسباب اللي قرأتها أو شاهدتها أو سولفوا لك عنها في ظاهرة الطلاق؟ يعني هو اليوم أغرب ما يكون هو التسرع في عملية الحكم، وكأنما الحكم أو القرار الخاص بالطلاق هو جاهز وليس قرارا، يعني يأخذ لابد من الاستشارة والوقفة الطويلة وترك المجال، لا، قضية في ضغط الزر كأنما ينتهي كل شيء. وهذا الفرق عن سابق، فرق سابق كان قضية قد ما تبطئ بيها وقد ما تعالج بيها، قد ما تحاول ترجع الزوجة ويرجع الزوج وتنتكس العلاقة، ومرة اثنين ثلاثة عشرة مية الى ان يتخذ القرار في حال استقرار تام نفسي مو انفعالي. اتخاذ القرار بعقل بارد تماما، اعصاب بارده، يقول الامر بعد ما نقدر. وهذا طبعا امر صحي، الطلاق واحد من الحلول، خاطر الشخص كل واحد ياخذ حياته الاخرى وتنتهي القضيه. اما ردود افعال انفعاليه وكانما القضيه سهله وترخيصه، وهي هذا ما يرخص اليوم، انه تروح بنيه تجي الف، يروح رجال يجي الف، هاي الثقافه بدات تسلل للشباب للاسف. عمليه انه عدم الزواج لانه مسؤوليه، واستصحاب قضيه انه الزواج راح يواجه خيانه اكيد من الطرفين، خيانه زوجيه او فراشيه، وبالتالي الامر الثالث انه ترخيص الشخص المقابل كانما سلعه اشتريتها وبعتب بلحظه وتخليت عنه. هاي مشكله كبيره احنا نعاني من عندها في عمليه عدم الاحتفاظ بالعلاقه الزوجيه لمده اطول. واضح، هاي مشكله كبيره، نجد زيجات ورا 20 سنه تنفصل، من نسال تطلع هو صار له 20 سنه صابرين. واضح، بينما زيجات هي كانت هي مؤمنه بالعلاقه منذ سنوات، مثلا يقول انا شفت رايدها من 5 سنوات وكاتل نفسه عليها، ما تصمت سنه، انا اعرف علاقه 7 سنوات كان حاله من الموده والحب انهارت بسنه. ليش؟ طيب. لأن صدم الخيال بالواقع. خلي أقول لك ما يتداول اليوم بين الشباب، أن نجاح العلاقة الزوجية اليوم مرتبط ب يعني العلاقة ما قبل الزواج. يعني إذا كان الزواج تقليديا فقد كتب له الفشل، وإذا كان الزواج عن حب فهو ما يكتب له الدين. هي واحدة من الشبهات. وبالتالي اليوم كثير من الشباب يقول لك بعد الزواج أنا أذهب إلى الخيانة لأني ما عشت فترة حب أو علاقة حب مع زوجتي، وأنا أحتاج أنه أعيش هذه التجربة وأخذ هذه الفرصة. لا بالعكس، والبعض يقول في أغلب الأحيان هي زيجات تفشل، لكن خليني أقول لك شغلة واحدة، النقطة اللي كانت موجودة سابقا كان الشخص يخفي، يعني في العلاقة الزوجية ليش ما يكون هناك صراحة، يبرز نفسه كريم ثم بعد الزواج يطلع يظهر انه بخيل، اهتمامها بترتيبها بعد الزواج اهمالها، وهكذا جمله من السمات الرجل يخفيها والمراه عن بعضهم، يسموه مرحله تصادم الخيال بالواقع. هذا في الجيل السابق، بس ركز يعني في الجيل السابق في اغلب الاحيان يخفون اذا كانت هناك علاقه ما قبل الزواج قصيره جدا، فتره الخطوبه مره، بعد الزواج ينصدم. فلكن الثقافه عند المراه في اغلب الاحيان ان الرجال راح يتغير، لان اكو دافع له ورغبه راح يتغير. واضح، الرجل ما يلتفت لهاي القضيه، ما عنده مره راح تتغير في اغلبها، لكن مرسخه عند النساء دائما، حتى لو تشتكي بعد فتره تقول هي هو احنا زوجي كذا فلانه تغير عليه زوجي بعد الزواج كذا، حسب السقف الزمني اسبوع شهر سنه. لكن في الوقت الحالي اكو صراحه اكثر، يعني نتيجة المعاشرة الطويلة انكشفت الأمور، فيتخذ قرار بالزواج بقناعة، ما راح ينصدم خيال الواقع. فهم ينظرون يقول يا أبا ترى هي القضية إن أكو علاقة هي أفضل، هي فترة خطوبة إذا كانت صحيحة تنكشف بها الأمور، يا أما بالزواج يا أما بعدم الزواج. مو قضية أنه تبني علاقة حب مع امرأة فترة، بغض النظر عن الجانب الشرعي، لكن الجانب الجذوة مات العلاقة
تفتر بسبب تنتقل القضايا الى امور بصريه الى امور غير امور، وبالتالي البعض احنا هسه في مجتمعنا يقول خطوبه لا تاخرها حتى لو كان بغطاء شرعي. طيب. يعني يبدي ياجل وياخر زواجه. نفس القضيه هاي بعض المجتمعات بينما اليوم عفوا بالزواج المباشر بدون هذه العلاقات هو يكتشف الانسان على حقيقته ويحبه على حقيقته. بعض المجتمعات اليوم غير المسلمه بدات تنتج علاقه جديده اسمها المساكنه. هذه فتره تجريبيه، هم زوجين مثل اي زوجين ولكنهم لم يتزوجوا بعد. شنو السبب؟ شنو السبب؟ مثلا ليش تسوي مساكنة؟ كلها بدائل عن الزواج، بدائل هروب من تحمل المسؤولية. أنا إذا كانت امرأة من بيت ومعروفة ومتدينة ومضبوطة، هذا كله سببها مرض الشك ومرض عدم الثقة، عدم الاطمئنان. واضح. في أغلب 90% من هذه 99% من هذه الزواج لم تنتج زواجا صحيا أو أن تنجب أبناء صحة. بينما الزواج مؤسسة تحترم العلاقة وكثير من البدائل الموجودة، ما أريد أقول بدائل شرعية وبدائل غير شرعية. نعم. موجودة بهذا الجانب. لكن أقول إحنا أسرد بشكل سريع الأسباب كي لا نضيع الوقت. عفوا، الخيانة، تدخل الآخرين، عندنا تضخم المشكلة. المشكلة الصغيرة تصير كبيرة. هو من النوع اللي يظل يروح ويرجع من سالفة وعلى موقف صغير يطول، أو هي بالعكس هي تنكد، عندها ضغوطات من جهة وصارت قضية صغيرة وبدأت تنكد عليها من الصباح حد المساء. قضية مو نفس مو تضخيم، عملية تضخيم المشكلة دائما تطرق تهويل المشكلة. أحسنتم. تنكد عليه، مرأة نكدية تصير فتنغص عليه. تضخيم المشكلة ذكرنا، التأثير الإعلامي ذكرنا، تغيير المزاج والفكرة عن الزواج والتقيد. شو بده يخليك كمل دراسة ويصير عند راتبي وبعدين الزواج؟ أي المرأة اليوم ما مش ثقافة. نعم. هم مش ثقافة انه انا خلي اكمل الجامعة واكمل وظيفة اقلها عندي راتب. وفعلا هم يجون على الراتب في اغلب الاحيان، ما يجون على الحظ. زين. ياخذ راتبها وبعدين. طيب هل هذا التفكير تركض طول يعني عمرها هي تشتغل؟ هل هناك مشكلة في هذا التفكير يعني؟ طبعا. لا بأس الشخصي، يعني المرأة تساعد الزوج في البي يعني في مسألة الانفاق، لكن اكيد راح يصير هناك تقصير 100% بالبيت وبالتربية واهتمامها بنفسها. هو متزوج لمشروع ينتج. نعم. ويحسب المال، يحسب الراتب ويحاربها نفسيا. اكو يعني قبل بتجيب اكو لا، يضغط عليها نفسيا وقد يلمح لها بالزواج الثاني والتعدد. ابتزاز هذا. طيب. ابتزاز راتبها. معناها هي حقها، ما تملي عليها انت تاخذ راتبها. واضح. فهي مقصره بالبيت او ضغط عليها هائل بالبيت، البيت والاطفال ونفسها. زين. وعملها. وبعدين الـ الرجل ياخذ المال ويروح يفكر. طيب سأل طيب حتى ندرك ما تبقى لنا من الوقت، ما هي ابرز الحلول الممكن اتباعها من قبل الزوجين عند وصولهم الى مرحله التفكير في الانفصال والطلاق؟ احنا نريد نعالج المشكله بشكل اساسي نراعي المراحل مالتها، يعني تنشئه الطفل. نعم. احنا اليوم كيف نعد الولد ان يكون زوجا والمراه ان تكون زوجه؟ ما عندنا هيش ترتيب. كانت الام تضغط على ابنيه من فتره صباها الى مراهقتها لتصنع منها ربه بيت جيده، ومناقشاتها مع الابن مع الاخ، يعني هي ما راح تقدر تتجاوز على ابوها لكن ممكن تتجاوز على اخوها. كانما الزوج نموذج اللي هو الاخ، والولد نفس القضيه نموذج الاخت. اذا عرف يتكيف وياها ويتعامل وياها بطريقه هي هنا التدريب. احنا الاب والام ما لهم علاقه، تاركين الولد والبنيه. لا تضرب اختك، لا تضغط على اختك، لا تتجاوزي على اخوك. لكن هاي القضيه لا استطعنا ان تستطيع البنت ان تتكيف مع العائله بشكل جيد، هذا صناعه سمات مهمه في الحوار، وسمات مهمه في تقبل النقد والمسامحه. من جهة أخرى الفنون الموجودة يا رب تبيت على الأقل التقادير، هي تستطيع أن يعني تتعلم فن الطبخ. اليوم حاشية تقول لك أنا أتزوج واحد يجيب لي ديليفري، أو يا تتزوج إحنا ما عندنا منية تطبخ ولا تعرف كل شيء بتنا. زين. هذا موديل ده يطرح هو في عملية صناعة البنت كزوجة، بدأ يضعف عندنا. الصناعة تصير للإعلام عليهم والصديقة تأثر عليهم كذلك. الصديقة يمكن مفهوم الشراكة الزوجية تغير عن السابق. سابقا كانت الشراكة الزوجية للزوجة ما داخل البيت مسؤولياتها والزوج ما خارج البيت. اليوم تحول مفهوم الشراكة الزوجية أن الزوجين يشتغلون والزوجين ينتجون الأموال، وبالتالي هذه المفهوم اختلف. لا بأس مع الحفاظ على الأدوار.
مع الحفاظ على كل واحد شنو دوره وشنو حقه. ليش نقول يا باب الدين بحل بمنهجيه؟ ليش؟ لان يحدد الحقوق والواجبات بما يراه الله سبحانه وتعالى. نعم. وبالتالي علاقه كل واحد يعرف حده. نعم. إذا في حال كانت الزوجه يعني مسيطره على ادوارها في المنزل لا بس ان تكون تخوض غمار العمل، ماكو مشكله، ماكو مشكله، ماكو مشكله. احنا نقول اكو فشيء اعمق، يعني لما اعرف انه حقوق الزوجه كذا والحقوق والواجبات عليه كذا من كلا الطرفين، اكو مستوى اعلى، مستوى انه هو كما تفضلت ذكرنا في قضيه النقاش انه الشخص المقابل في الخصام يقدر يدخل بالنقاش لكن لا يدخل. احنا ذكرنا عمليه التعاقب المستمر في المناقصات والمناقشات والشجار تصبح عاده ويصبح هو نقناقي، ليش هاي الملعقة؟ ليش هذا الباب؟ ليش في كل صغيرة كبيرة؟ لاحظ وهي تصبح هنكدية تريد تتنفس عن ما بداخلها، عدم اهتمام في المناسبات، عدم اهتمام في الألفاظ، عدم اهتمام ما يطلعها، ما يوديها لغير مكان. عملية الكبت تعرف كل ما تحصل الشخص حتى الحيوان يصبح عدائيا، مرة تصبح عدائية، ما عدم متنفس تحكي به، ما عدم متنفس تطلع به. هاي الأمور هي لها دور في عملية تخفيف الشجار. عفوا، اقدر ادخل بالنقاش وما ادخل، جاي شيء ايجابي، ادخل بالنقاش لكن لا استذكر الماضي. وهذه نقطة مهمة جدا. لان التنافس بين الزوجين مشكلة في النقاش. انا اذا ثبت هذان القضايا الثانوية غير الواجبات والامور اللي موجودة. الحب ليس وحده كافي، الاحترام والمودة والتفاهم تقدير دور الاخر وصد احسنت مهم. ونبقى في عملية الادوار، في فترة الطفولة ينظر الاب الام الابن، في فترة المراهقة يدربوهم، في فترة المساندة والزواج هم يساندوهم. نعم. في فترة الزوجة والمشاكل الموجودة إذا ماكو شخص ناضج يوجه العلاقة أكو عيادات استشارية إحنا ما بدنا نعتمد عليها. في بعض الدول أكو عيادات استشارية ترفع التليفون تسأل شخص لديه ثقافة دينية أو مختص في علم النفس الأسري. نعم. يوضح أنه هذا الجانب يصطدم مع الرجل، غير أسلوبك غير. هذا ما عندنا. وحتى في فترة الوقوف على الزواج ما عندنا باحث الاجتماعي أو تدخلات، وإنما القضية صارت بشكل سريع، فأصبحت الزيجات سريعة الانطلاق لسبب أنه ليس هناك مراحل، ليس هناك مسؤولية للجميع تقف على هذه المشكلة. الاستعداد من قبل الزوجين يكون ضعيفا، هذا ما تقصده. نعم. ومهيئين الجانب السلبي قبل الجانب الإيجابي. بينما انظر للزيجات الناجحة، كل واحد من الطرفين ينقل تجربة شاهدها في عائلته وراسخة في باله أحسنت. فبالتالي ما الاستعداد الزوجي غير مناسب، نحتاج أن نعد فعلا شخص له استعداد للزواج وليس هو تنفيسا جنسيا وليس هو تنفيسا عاطفيا. طيب في هذه الدقيقتين المتبقية من عمر الحلقة أستاذ لطيف، في حال وصل الزوجين إلى مرحلة من التفكير النهائي في الانفصال، نعم، ما هي الخطوة التي قد تعود بهم إلى السبيل الصحيح؟ طبعا قراءة مهمة، قراءة واعية بعيدة عن الانفعال. أن الرجوع هذا ممكن يتغاضى بقاعدة وليس بانطباع، الانطباع راح ترجع نفسيتها حتى لو ياخذ سقف زمني. نعم. في التحمل أرجع أنا وأتحمل، ماكو هيك. أنت ترجع كيف تتعامل مع القضية موضوعيا، إذا أكو هيك استعداد، إذا ماكو استعداد تماما فالمرات الطلاق هو الحل لبداية حياة جديدة، وهذا ليس هو طبعا، هذا اخر ما يقال. اخر ما يقال في هذا الجانب انه ممكن الشخص يبحث عن زوجة جيدة يكون لديه يعني عفوا توأمة بالثقافة وتوأمة بالعاطفة وتوأمة في الشراكة في الأسرة. واضح. وهاي طبعا لا بأس، كثير من الزيجات فشلت لكنها استفادت من تجربتها ونجحت ولم تقع في فريسة بالصدمة العاطفية في فقد هذا الشخص الشريك في نتيجة الطلاق، ويبدي حالة مأساوية واكتئاب وحالة من الابتعاد من المجتمع. بالعكس، هو ينطلق لحياة جديدة يتجاوز الترسبات اللي عاش بدي تلك العلاقة السابقة. أحسنتم. إذن الباحث الاجتماعي الأستاذ لطيف الحسناوي، شكرا جزيلا لكل الإيضاحات اللي قدمتها لنا في حلقتنا لهذا اليوم ولهذا الملف المهم خصوصا، وكان هذا الملف هو الجزء الثاني عن الحلقة السابقة. إن شاء الله نلتقي على الخير والبركة دائما لمناقشة القضايا الاجتماعية على طاولة الحوار. شكرا لك. حياكم الله يبارك. إذن الشكر موصول لكم مشاهدين أحبة لمتابعتكم حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بتوقيت الشباب. نلتقيكم على الخير والود والمحبة والسلام دائما. إلى اللقاء.